هل اشتقتم إلى التحديات القديمة الرائعة؟ إذن هذا الفيديو سوف يناسب ذوقكم بالتأكيد. قاد ملاعق أو لا شيء، أبطال كوبوكو يواجهون تجارب صعبة ويجب أن تروها. أهلا بكم، أنا مستعد لأخذ طلباتكم. أحضر لي قطعة كبيرة من الكعكة. أريد هذا أيضا، لكن لدي القليل جدا من المال. ليس لدي على الإطلاق. لقد فهمت كل شيء، انتظروا. هذا من أجلك سيدتي العزيزة، هذا من أجلك، وليس لدي سوى الطبق من أجلك. حان الوقت لتناول وجبة جيدة. هذا شهي. لا أستطيع الانتظار للعق هذه المصاصة. ماذا يجب أن أفعل؟ انظر إلى طبق الفارغ، هيلاري ممكن أن تعطيني شيء؟ أم أنت يا لوسي؟ لا تأمل حتى. إذن أعلن التحدي. أخيرا طعام. هذا ليس طعاما بل هو لعبة الفرقعة، ولا بد لي من قدمه. لكن ليس أنا. هذا يعني أنني يجب أن ألعقه. حسنا، أنا مستعدة لمواجهة هذا التحدي. إنها ناعمة جدا، من المستحيل أن تزعج. تبدو جيدة ومذاقها جيد أيضا. لا يمكن، لذيذة. تحققي من ذلك بنفسك لوسي. أمسكي. أنا أسقط. آسفة، لقد أخطأت في تقدير القوة قليلا. كوني حذرة في المرة القادمة. أحتاج فقط إلى وضع الثلج. شكرا لك ألفين، أشعر بتحسن كبير. حان وقت التجريب. إنه لذيذ حقا. جذبه ألفين. شكرا، يعجبني. إذن خذ المزيد. أنتم تستعجلون الأشياء، أنا سأفتحه. ما كان يجب عليك فعل ذلك؟ من الجيد أنني لست مضطرة لتجربته. قدم الصبار، لكن هذا مستحيل. تماما مثل اللعق. أقترح أن ننتهي من هذا بسرعة. أوه، هذا مؤلم. أعتقد أن هناك إبرة عالقة في لساني. أنا سوف أساعدك. شكرا لك هيلاري. أهلا وسهلا. الآن أنت لوسي. هذا الصبار شيق جدا، لكنني أعرف ماذا سأفعل. سأريكم الآن الحيلة. أحتاج إلى تغطية الصبار بهذا الوشاح السحري. وانتهينا، لم يعد هناك أي أوبر. الآن يمكن التجريب. إنه ليس لذيذا على أي حال. هذه المرة أنا سأفتح. لا أريد أكل طعام الكلاب. لحسن الحظ لست مضطرة. لعق، يمكنني التعامل معه. أوه لا، هذه المرة لم يحالفني الحظ. رائحته كريهة حقا. أتساءل كيف طعمه؟ إنه جيد بشكل مدهش، مثل المفرقعات تقريبا. لم أكن أعتقد أنك تحبين طعام الكلاب. ولقد لاحظت دائما عادات هيلاري الكلبية. أعطني مخلبك. فتاة جيدة، أحصلي على مكافأتك. فتاة جيدة. والآن الصوت يا هيلاري. أريد أن ألعب معها أيضا. أقبضي على العظم.
أثناء انشغال هيلاري سأجرب. عادي جدا، لكن يبدو أنني أتحول إلى كلب أيضا. قطعة من الثلج ليست أفضل ضيافة، من الجيد أنني لن أجربها. أخشى أن أستاني ستتضرر بشدة من القادم. الشيء الرئيسي هو أننا أنفسنا لن نتحول إلى جلد يا لوسي. أوه لا، أنا متجمد. يجب القيام بشيء ما، اسمح لي أن أسحب. نجحت. شكرا لك، لكن من الواضح أن شيء ما خطأ في لساني. لدي فكرة، نحن بحاجة ماسة إلى ضمادة. لقد انتهيت تقريبا. بعد هذا أخشى أن ألمس هذه القطعة من الثلج، إنها قاسية للغاية. فكرة، أحتاج إلى تقسيمها إلى قطع صغيرة. كوني حذرة يا لوسي. لقد انتهيت بالفعل. الآن يمكنني صنع الكوكتيل المثلج. أعتقد بعد إضافة الكولا إليه سيصبح ألذ بكثير. والآن حان وقت التجريب. مذهل. جربه يا ألفين. لكن أنا لا أستطيع. الجليد رائع. اسمحوا لي أن أفتح. مصاصة ضخمة، أتمنى أن أتذوقها. كنا أنا ولوسي محظوظين. أنا أولاً. كم هي لذيذة. توقفي، لن أحصل على أي شيء، إنه دوري الآن. كم هذا مؤلم. ماذا بأسنانك؟ أوه، لقد سقطوا، يا له من كابوس. لا تقلقي، يمكنني المساعدة. لهذا أحتاج إلى أدواتي الطبية. وجدته، اللاصق القوي هو ما أحتاجه. لست متأكدة مما إذا كان ذلك مفيدا، لكن دعونا نحاول. ضعي أسنانك في فمك. يبدو أنه يعمل. انظروا، ابتسامة رائعة. مستحيل، هذه جمرات ساخنة، كيف سأقدمهم؟ آسفة يا هيلاري. لا أعرف كيف ألمس هذا الفحم، لكن ماذا لو استخدمت قفاز الفرن؟ لساني يحترق. شيء سيء، تحتاج إلى مساعدة. سأحاول أن أجعلها تمطر. لقد فعلتها يا لوسي. لم أشك في قدراتي. الآن أنت يا هيلاري. نظرة واحدة على هذا الفحم تجعلني أشعر بالسخونة. هل يمكن أن يساعدني التنفس الجليدي على البرودة؟ الجو بارد هنا. آسفة، كان علي أن أفعل ذلك. الآن يمكنني تذوق الفحم. أعترف إنه ليس أفضل طعم على الإطلاق.